السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في قناتي هشام شانيل. سنعتذر خوتي على الغيبة الطويلة بعد الظروف، واليوم جبنا لكم خوتي هذا الفيديو، هذا واحد كوبلة جديدة اللي تولعوا بها ان شاء الله. هذا غير واحد التكر. كان عندي الحمام ما بقاش عندي الحمام، بقى غير التكر هذا تا هو تولع به ما شاء الله، تا هو رزوان. اخوتي حيت الحمام. المهم نرجع للموضوع، الموضوع ديالنا اخوتي هو هاد الكوبلة هادي اللي غادي نخدمو عليها ان شاء الله. كنار السود اللي هو طائر النعار، ونتو هاد الكنار تيمبرادو بنت العام، و هاد الدكرة ضارب دابا عام كيما تشوفو. ها هو رجلها تبارك الله بغيض قديم تا هو ما شاء الله. وهاد نتي هو هادي اخوتي، هي تشوف تيمبرادو، هي بنت العام. المهم اخوتي كيما تشوف حنا جهزنا اليوم كلشي، وخا هما راه دابا تكوبلاو تشوالفو بعضياتهم، وخا دابا وقت الفراخة ماشي غير واجد، تتوصل الوقيته ديال التزاوج ان شاء الله، نخدمو عليهم ان شاء الله. المهم انا جهزت لهم غير العش ديالهم باش يعرفوا من دابا العش ديالهم وداكشي. كيما تشوف اخوتي ضروري خصك ديروا شي طريقه باش يولفوا. كيما انا غطيت لهم العش في البلاصه هذه مغطي، تقدر تدخل هنايا وتقدر تدخل هنايا كيما صاب لهم هذا الربيع، هذا الورق هذا ها هو. نجيو من باش تشوف ذا بلاستيك، وهم لي ان في الطبيعه وصافي فهمتي وصافي. اخوتي ما تنساوش ليا النظافه ديالهم راك عارف، والاكل ديالهم وشويه الديسير كما تشوفوا، حاط لهم شويه التفاح تما، كل مره شنو حاط لهم خص مره فروي بعد ضروري. يلا اخوتي ما تنساوش تدعمونا اخوتي باللايك وسبسكرايب ولي كومونتير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.